السابليه العجينه بتاعته، 2 كوباية ونص دقيق، 2 كوباية ونص دقيق، كوبايه زبده طريه، نص كوبايه سكر بودره منخول، 2 صفار بيض، فانيليا ورشه ملح. نفس مقادير بالظبط بسكوت الزبده اللي احنا لسه كنا عاملينه مع بعض، الفرق الوحيد في كميه الدقيق. بسكوت الزبده اللي في الفقره الاولانيه كان 1.5 كوباية من الدقيق، لكن السابليه هنحتاج على نفس مقاديره دي 2.5 كوباية من الدقيق، يعني في 1 كوباية دقيق زياده مع المقدار علشان العجينه بقى ما تبقاش طريه قوي زي ما شفتوها كده. شفتوني وانا بعملها طريه خالص وناعمه، ودي بقى السابليه العجينه بتبقى اتقل علشان بنفردها بالنشابه وبنقطعها بالقطاعات. بس شوفوا بقى، هو ده بس كده الفرق. هتطلع معاكم برضو ظريفه جدا لما تحبوا تعملوا سابليه او بسكوت، هو ده هيبقى الفرق كده معاكم ان شاء الله. كده اهو هنقوم جايبين الزبده حطينا هنا في البوله كده، وزي ما احنا كلنا عارفين الزبده هتتضرب الاول. هنحط عليها الصفار البيضتين، صفارين يعني قصدي، وهنحط الفانيليا ونكمل ضرب. عايزين نحط كمان السكر البودرة كده اهو عشان برضو ما يطرطش قوي، يعني بنقلبه تقليبة كده. كده وانا اسف للازعاج. ومعانا بقى الدقيق، نبتدي نحطه شويه بشويه ونقلب العجينه لغايه لما تلم معانا. زي ما قلت لكم بتبقى متماسكه مش ناعمه، متماسكه لدرجه ان احنا نفردها عادي ونقطعها بالقطاعات بقى شكل نجمه شكل قلب الكلام ده كله. وهنشوف برضو حسب نوع الدقيق لو احتاجنا نحط شويه ميه صغيرين او شويه لبن، ده ايه طبيعي وعادي جدا يتعمل في البسكوتات. بس كده اهو، بس لازم ايه نطمن الاول انها اتعجنت كده. ايوه، نحط بقيه الدقيق ونكمل، ما نتسرعش ونضيف اي لبن او اي ميه على العجينه الا لما نتاكد انها ايه الزبده توغلت في الدقيق كله. لو لقيتيها لسه ما لفتش معاكي بقى هنحط لها شويه ميه صغيرين اللي هي معلقه مثلا ولا معلقتين بالكتير كده اهو. بصوا انا ما حطيتش ميه خالص، بس بعجن كويس عشان اطمن ان الزبده دخلت في الدقيق وما تسرعش واحط ميه. كده اهو، بس كده ولا هحط ميه ولا حاجه. عايزه اجيب قرمه العجين واوريكم انا هلمها ازاي عليه عشان نقطعها. تعالي يا قرمه كده، وناخد العجينه اهو ونحطها كلها هنا كده. وهلمها اهو، ما تتخضيش خالص من شكلها، ده هو ده كده السابلي. كل ما تعملي كده كل ما ايه كل فرافيت العجين تمسك فيها من غير ما نحط ميه ولا حاجه. بس كده يفضل ان انت تسيبيها ترتاح شويه، مش لازم في التلاجه، بره التلاجه عادي قبل ما تفرديها وتقطعيها. بس كده عجزت كله عشان العيد. يلا ان شاء الله تعملوا الحاجات دي بقى. ما انا مش بتعب على الفاضي، انا ايه شقيانه عشان تعملوها في البيت. كده اهو
نفردها، مش عايزينها تبقى ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي كده اهو. والقطعات بقى الظريفه بتاعتنا على شكل قلب مثلا اهو، او مدوره عاديه خالص زي ما انتوا عايزين قطعوها. احنا معانا اشكال تانية في القلب الصغير ده مثلا، بتطلع معاكم لطيفه جدا. قطعوها وارجعوا افردوا العجينه تاني وقطعوها، افردوها في صينيه فرن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص لمده تقريبا 8 دقائق 9 دقائق بالكتير. هتاخد لون خفيف، هيطلع معاكي احلى بسكوت. زيني بقى مكسرات، عايزه تحطي عليه صوص شوكولاته، مربى، براحتك خالص، بيطلع خطير. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده العيد يبقى جميل علينا جميعا، ونعيد وننبسط.